باش ما يحسش بالمال الفراسي اللي
من هنا غتكون لقاء تواصلية مع الآباء ويعرفوا من هي فين تنشطوا ومن هي يعرفوا الطريقة اللي غادي المنهج اللي غادي يبين داخل منظمة الشام المغربي والبرنامج اللي غادي نعتمدوا عليه البرنامج الثانوي ديال الجامعة هي الأفكار اللي على 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 أساس الأفكار غادي نشوفوا واحد الفرق علما أننا دابا كنهضروا في الطبيعة الفرق زي الأوكسجين كنت شي واحد باش غنبداو باول اول حاجه باش نقولوا شي شويه بحال تنقولوا اداري كنحط مراسلات مراسلات نوعيه النشاط فرع فين ثاني منظمه الشباب المغربي الى مكتوب باش المراسلات فيها نشاط تضحيه لفائده الاطفال في مكان فينا فلان اي مكان مجانيه كيكون فيها اول حاجه كنحاولوا نركزوا عليها ان ما نخرجش بالكشفيه من الاول تضحيه فيها مثلا انيماسيون ديك اليوم ديال الصبح كنجيبوا داك الدراري كنشطوا معاهم كنشطوا ما كنوقفوش في هذه لان الدراري بدا لهم الاسبوع الجاي اول حاجه قلنا اننا نكونوا اداريين نكونوا موثقين داك الشيء ديالنا كيجيو عندنا كنديروا معاهم اول حاجه اننا كنعرفوا على شكون هو المهدي والدور ديالو هذا ديالو هو التنشيط اول حاجه اننا ننشطوا ثاني حاجه كندوزو للسنوكين باش نسوقوا الحاله فثلاثه النماذج اللي تعطاتنا ديال هاد العروض راه كان اصغاء الاخر يمكن لنا شي واحد اللي عطانا هاد العرض راه كنت سيدنا بعضياتنا باش خرجوا هاد الفرصه فهمت ولهذا راه ماشي من العروض ولا ما نعملش تفضل شي واحد اصغر تهدي تقريبا المداخله ديالها كتصب في نفس الاطار غير بالنسبه لهذه المجموعه هذه هي الهدف ديالها الاساسي والرئيسي هو استقطاب الدعم للاطفال على اساس من بعد ان شاء الله غيكونوا اشبال غير هو انشطه لا تعد ولا تحصى يمكن الانشطه اللي اختارينا حنايا هو انشطه سلوكيه ترفيهيه احدى المؤسسات التعليميه كيفما كنعرفوا بان هذا النشاط هذا هو حديث اشعاعي بالدرجه الاولى اشعاعي علاش باش الناس اللي غادي يسقفوهم غادي يمشيو لعندهم ما يعرفونا ما يعرفونا يعرفونا شكون حنا شكون غادي يجينا دونك درنا نشاط اشعاعي صبيحة تربوية داخل مؤسسات تعليمية قبل هذا الهدف اساسي ورئيسي ما اختاروا مؤسسة تعليمية واش خاصة مؤسسة خاصة ديال قطاع خاص أو مؤسسة كتنتمي للدولة على حسب الكلمة اللي بغينا حنايا واش بغينا الناس يكونوا من سوريا شوية ماديا هي واحد المستوى ديالهم الفكري راقي أو لا بغينا كيفما كنقولوا ياخذ معلومات من عندنا غيكون عندنا القيد واحد الأرض يعني بسيطة القيد غيكون شعري بالحركة الكشفية شعري بالمرحلة مرحلة الأشبال والزهرات المبادئ ديال الحركه الكشفيه وبنودها واهدافها اناشيد ترتيبيه هنا لقيت كنرجعوا لذاك الصفات ديال معاونه الاخرين على التعلم خاصنا نقولوا ليه مشكله الكشفيه شنو هو مرحله ديال المشتريين يشكر على التجمل في المبادئ والبنود والاهداف اناشيد ترتيبيه لقيت غتكون لان غنبقاو نقولوا لي علاش باقي ما حافظين والو خصني نقول اناشيد ترتيبيه نورا لقيت اقترحنا انه يكون حصه لحفظ نشيد كشفي من وراء القيضة شكون حصة أخرى ديال شرح هدف من أهداف الحركة الكشفية غنشرحو ليه شي هدف من الأهداف ديال الحركة الكشفية وغنسعاو القيد للتحقيق ديالو وخاصنا ضروري القيد يعلمو من بعد المهارات الكشفية باش يكون مشاو معنا ديالو هنا الآن إذا شفنا هاد الستة ديال النماذج اللي تعطاتنا بانه ما كاينش شي واحد اللي كان ناعس وبات يحلم وصبح الصباح كيقرا البرنامج وتخطيط ديال البرنامج كيطلب حضور الجماعه اللي غادي ينفذ البرنامج ولا سيما الى كان الحاضر الان كان حضور المجلس الاقطاعي
طبعا الجماعة اللي هي غير المسلمين ضروري أن تكون أفكار جماعية لوضع برنامج كما تقول واحد مثلا تدريجي اللي كيحسب بوحدو كيشيل واحد كيحسب بوحدو ماشي واحد كيبرمج راه ما يمكنش أنا برمج اليوم كما قال نرجع على كلام القائد بن سباح أنا نبرمج اليوم على هوايا قد ما عندي شي معيق في تنفيذ البرنامج نعود على قائد سبسو الله يعني غدا سيدنا راه عندنا برنامج ديال الاشكال والزهر سيدي مع قائد قلت له غادي نقول له غادي اهلا وسهلا اجي كلشي كنخطو للطيف المستهدف من هذا التخطيط هو ذاك الطيف راه ايه هو الزيرو الا انت كنخطو شي حاجه اخرى كن على غير كن نتيجة سلبية ولهذا دائما وضعوا صوت شيء تفاعل وطبيعة الحال هو نظام تربوي غير شيء غير رسمي لتحط البرنامج تسعون باش يكون هو وسيلة وترفع البرنامج شيء هو وسيلة تربوية ديال الفرد والجمع لكي يسير فيها الفرد مع الجمع ما يبداش نخرجوا نحطوا جماعه وواحد يسد منها بحال هادشي اللي وقع كان عندنا الان تبريم عندنا في الديكتيف 36 في الناس حضر 34 وجوج مغيب ما عرفناش في كل جماعه ما يمكنش نشاركوا في عمليه الشورى والاقرار هنا رجع راه ما يمكنش يجي واحد شي برنامج يكون ناجح وانا حاطه بوحدي وكنزغرط بوحدي إذا غطبخوا غطبخوا بوحدو ولكن إذا كان فيه إشراك داخل الجماعة السداسي والسداسي السداسيين و الأطر اللي معايا اللي كنبغيو نوضعو البرنامج كنوضعو كنسولو دائما لماذا ولمن دائما خصو يكون عندنا في المتكاسل ديالنا في وضع برنامج لأي عمل لماذا ولمن علاش هاد القطعة؟ لما كنقطع البرنامج؟ فبالحال لما كنقطع البرنامج ولماذا يضعه؟ لماذا يوضع البرنامج وماذا يحتوي على البرنامج؟ متى يبدأ تنفيذ البرنامج وكيف يتم تنفيذه؟ متى ينتهي تنفيذ البرنامج وما هي النتائج المحققة؟ بطبيعة الحال لأنه بعد نهاية أي برنامج برنامج ضرورة تكون جلسة تقييمية باش نعرفوا الحصيلة شنو كنا وفي كان المطافات وفي ما نجحناش بطبيعة الحال احنا راه تجاوزنا على هذا باش نحطوا البرنامج باش تفرق هذا الوقت التفكير في الرغبات التفكير في الرغبات والميولات بطبيعة الحال فكرت احنا في وضع البرنامج الرغبات ديال الميولات ديال الجماعة اللي كتوضع عليها البرنامج اعتبار دوافع الافراد والجماعه في تنفيذ البرنامج حب المعرفه كيكون عندنا حافظ جيل حافظ جيل هو اللي كيكون مكلف اي حاجه مثلا السداسي قبل ما كنكون غادي نخيم شي حاجه كنحاول نشوف بيطا ديالنا كاملين كيسان ولا شي محلل دونك هذاك الفاتش يكون هو اللي مكلف داك الجهاز ديال السداسي
وعندنا اني الماء يكون عند واحد الربيع كل مره كيلوحوا فيها شويه باش يبقى حتى هذا الماء كينفع في التجهيز كينفع في حوايج اخرى. دونك انا بالنسبه لي كلام الصيفه ديال السداسيه عندنا ما هضرناش على الشرع، الشرع الهوائي ضرورة التصاميم كلهم، ومن الحساب أن كل شيء يكون يحطوا في هذا الشيء المراحل اللي أدمنوا بعض ديالو المراحل اللي زاد نجمة الدقيقة باش تم يتعرف هذا المكتب نعطوه مع القائد هذا المكتب نعطوه مع القائد هذا المكتب. أنا اللي بغيت نقول بأن الأشخاص أو الأفراد واش عندهم دراية بالتشبيه كما سبق ليا واتفقت مع الأخوة ديالي غيكون واحد المبدا من مبادئ الحركة التشبيهية راه متعود عليه. المهم بزاف يحتوي على أربع سداسيات وكل منها تحتوي على ستة أشخاص وتجاوز على المهام بينهم. بعد الثقة اللي كنعرف اللي معايا واللي ما معاياش، المهم الناس